تو انتهينا من الاجتماع ما بين السلطتين بحضور 36 نائب واعتذار نائب لوجوده خارج البلاد وهو الأخ النائب الحميدي السبيعي وحضور 12 وزير. أهم ما كان في الاجتماع أن تم الاستماع والاطلاع على عرض مقدم من كافة الأجهزة الحكومية يتعلق بالاستعدادات التي حصلت قبل الكارثة وما حدث أثناء الكارثة والتعاطي مع الموضوع بعد انتهاء الكارثة، خاصة طبعا الكارثة أقصد الأمطار الغزيرة التي أطلت على الكويت، وخاصة أن هناك في توقعات بأن تحصل أمطار غزيرة أيضا يوم الأربعاء. الأخوة النواب سألوا عدة أسئلة فيما يتعلق بحدوث تجمعات للمياه في عديد من الأماكن مثل نفق المنقف الغزالي والمدن ومثل صباح الأحمد وسعد العبدالله وغيرها. تمت الإجابة على مختلف الأسئلة المقدمة من النواب، تم الاطلاع لأن الأولوية في الوقت الحالي هو مواجهة الكارثة وبعد ذلك محاسبة المقصرين، واللي أيضا وزير الأشغال تحدث عن تشكيل لجنة تحقيق أو تقصي حقائق محايدة من خارج الوزارة وتحدث عن تفاصيلها وستعلن أيضا وتنشر لكم. كذلك تم الحديث عن بعض الأماكن اللي حدث فيها يعني أضرار أكثر من غيرها، خاصة في مدينة صباح الأحمد وبعض مناطق الفحيحيل. فيما يتعلق في مدينة صباح الأحمد كان هناك إجابات فنية ونقاش فني في هذا الموضوع، لكن سيكون هناك استعدادات أو وعدت الحكومة بأن تكون هناك أيضا استعدادات أفضل ليوم الأربعاء، وأيضا تشكيل لجان خاصة لاستكمال الخدمات الناقصة في هذه المدن سواء في مدينة صباح الأحمد أو في غيرها. قد يكون بعض الخدمات ما لها علاقة في موضوع الأمطار، لكن كمدن يجب أن تستكمل خدماتهم، ووعدت الحكومة بأنه ستكون هناك لجان فرعية مختصة بهذه المدن تتبع لجنة الخدمات المنبثقة من مجلس الوزراء.